على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية، رئيس سي يبحث تعزيز التعاون مع رئيسي نيجيريا وجزر القمر. موجة من الطقس السيء تضرب المحافظات، والإدارات المحلية ترفع درجة الاستعداد لرفع المياه. والجزائريون يصوتون لاختيار رئيس جديد للبلاد، ونسبة المشاركة تصل لنحو 8%. موجز إخباري يأتي حضرتكم من القاهرة، أهلا بكم. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسوان مع الرئيس النيجيري محمد بخاري تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة ما بين البلدين، خاصة في ضوء الطفرة الاقتصادية التي يشهدها البلدان. كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في السودان وليبيا ومنطقتي الساحل وغرب إفريقيا، حيث أكد الرئيس حرص مصر خلال فترة رئاستها الاتحاد الإفريقي على تحقيق أهداف القارة الاستراتيجية في مجالات السلم والأمن وترسيخ الاستقرار وإنهاء النزاعات والتكامل الاقتصادي وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية والإصلاح المالي والمؤسسي الاتحاد الإفريقي. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسوان رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثمان، وخلال لقائهما أكد الرئيس تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة والعمل على الارتقاء بمعادلات التبادل التجاري ما بين البلدين ودعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في جزر القمر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المرأة المصرية تحركت بقوة في 2013 لحماية وطنها والأجيال القادمة والحفاظ على الهوية المصرية. وخلال جلسة تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية، قال الرئيس أنه خلال العشرة أعوام الماضية مرت مصر بأحداث كثيرة، ولافتا إلى أن المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من أجل الحفاظ على الهوية وتحركت في مواجهة ظروف شديدة القسوة والصعوبة. رفعت معظم محافظات الجمهورية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة وشدة الرياح، ورفعت غرف العمليات بالمحافظات حالة الطوارئ بجميع الأحياء ومجالس المدن، وتم تجهيز سيارات شفط لمياه الأمطار. كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ للتعامل الفوري عند انقطاع التيار. تتواصل في الجزائر عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 5 مرشحين. وأكدت السلطة المستقلة الانتخابات بالجزائر في مؤتمر صحفي اليوم أن نسبة التصويت بالانتخابات حتى منتصف النهار بلغت 11%. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.